بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ يعني ابن حيان رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وبرد الله ثراهم بشأبي برحمته. كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ يعني ابن حيان فضاق الوقت، ومعنى ضاق الوقت أي نفدت النفقة، لم يبق عندنا شيء، أملقنا فضاق الوقت. وكنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. فأتيت قبره الشريف وقلت سيدي يا رسول الله الجوع. فقال لي أبو القاسم اجلس، فإنما هو الرزق أو الموت. ثم عدنا إلى البيت، فوالله ما عتمنا إلا أن طرق طارق باب الدار. قال فخرجت فإذا هو رسول الأمير العلوي ومعه قفتان فيهما الشيء الكثير. قال يقول لكم العلوي رضي الله عن نزل علي أيها الإخوة، رضي الله عن أهل بيت رسول الله. عجب لهذه الدوحة الباسقة، لهذه الأرومة الطاهرة أيها الإخوة، لهذا العرق المبارك الأبر أيها الإخوة، شأنهم عجيب في كل زمان. قال يقول لك العلوي شكوتمونا إلى رسول الله؟ الله أكبر، شكوتمونا إلى رسول الله؟ قد أتاني رسول الله الساعة وقال أنقذ فلانا وفلانا وفلانا، فإن كان لكم شيء فأرسلوا إلي. الله أكبر يا أخي، آمنت بالله، آمنت بالله العظيم. أترون مثل هؤلاء الأجاويد، هؤلاء الصحاح الإيمان الراسخي اليقين أيها الإخوة والأخوات، يشكون في الله لحظة؟ يرتابون في نبيهم لحيظة؟ يتخالجهم أيها الإخوة ريب في دينهم؟ لا والله، بأي برهان أيها الإخوة برهنوا؟ بهذه البراهين، إنها براهين الإيمان، براهين الوجود أيها الإخوة، ما عاشوه وجدوه ولمسوه، ليست براهين الفلسفة والكلام وتشقيق الحجج الفارغة. هذا هو الإيمان وإلا فلا، هذا هو الإيمان وإلا فلا. هكذا أيها الإخوة، هكذا. لا يعلم بهذا إلا الله تبارك وتعالى. من الذي أعلم العلوي؟ متصلا من وجوه، من حديث عقبة بن عامر وحديث جابر وحديث أنس وغيره، ثم أتى ابن عبد البر ببعض الروايات إلى أن قال من معنى قوله عليه السلام لا أدري ما تحدثون بعدي ما ذكره البخاري عن سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم أنا قبلكم، من مر علي اللهم اجعلنا منهم، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل ابن سعد؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، ابن أبي عياش يقول فأقول، النبي يقول فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقال ذكرا كثيرا اذكر الله حتى يقال مجنون، حتى يقول الناس ما به، أبيه جنون، إنه الحب والفتون، إنه الحب والفتون، اذكر الله حتى يقال مجنون. كان صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يذكر الله على كل أنحائه وأحواله دائما لا يفتر. يا رسول الله كثرت علي شعب الإسلام فمرني بعمل أتشبث به، عمل واحد. هذا السؤال من يجيبه؟ لا يجيبه إلا رسول الله. لو سألت ألف عالم لم يقفوا على هذا الحديث لأجابوا ربما بألف جواب، منهم من يأمر بالصوم بالصلاة بالصدقة بكذا 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 أشياء كثيرة، لكن الرسول الناطق عن رب العالمين المفرغ أيها الإخوة عن الغيب قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من المحال أن يكون اللسان رطبا بذكر الله والعبد قاسي القلب أو شارد اللب أو غافل ساين، محال بإذن الله تعالى. الذكر، الذكر على كل الأحوال. يقول العارف بالله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، والله ما طلعت شمس
ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. الخطب الرفاعي قدس الله سره مولانا أحمد الرفاعي ماذا يقول؟ يقول: إذا جن ليلي أهيم بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق، وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها، تفك الأسار دونه وهو موثق. إذا جن ليلي أهيم بذكركم، أهيم إنه الهيام أيها الإخوة، العطش، الشوق. أهيم بذكركم، أنوح كما ناح الحمام المطوق. هذا هو. ورابع العدوية رضوان الله عليها ماذا تقول؟ إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. تكلم مع الناس بحكم الظاهر فقط، وإلا قلبها باستمرار في كل الأحوال مع العزيز الغفار لا إله إلا هو، مع الملك الجليل العلي الأعلى الولي الأولى المولى الجبار. الناس بوجهه هيك مثل وجه ولد حلو أمرض. نعم وجدنا بعض المجانين، قالت أنا رأيت ربي. وكيف رأيته؟ رأيته بلا لحية وجميلا جدا وأبيض. مجنون أنت يا أخي، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. جل الله يا أخي عن هذا التجزيم، عن هذا الكفر. بكم ادعوني أستجب لكم. شيخ الإسلام أيها الإخوة، إمام المحدثين في وقته، وشيخ الإمام مالك، وشيخ الأشياخ والأئمة، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه، يقول: اعتللت مرة علة أشفيت منها على لقاء ربي، فلم أجد من أقصد إليه بعد الله تبارك وتعالى إلا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين. الإمام زين العابدين، ما أليق الوصف بالموصوف، وما أنسب النعت أيها الإخوة بالمنعوت، زين العابدين. الإمام السجاد الذي كان يركع كل يوم وليلة 1000 ركعة، يا حسرة علينا، 1000 ركعة، وهو ابن بنت رسول الله، لم يغتر بنسبه أيها الإخوة ولا بقرباه، الرجل المتأله الرباني. قال: فأتيته وقلت: يا ابن بنت رسول الله، اتفق لي ما العلة كذا وكذا، فلم أجد من أتوسل به إلا أنت. قال: يا ابن شهاب، أيما أحب إليك، تدعو وأؤمن أو أدعو وتؤمن؟ فقل: دعاؤك أحب إلي وأشرف، تدعو وتتبعه تأمينا منك ومني، أنا أؤمن أيضا مع تأمينك. قال: حي هلا، أبشر عليه السلام. دعوة، دعوة ستغير حياة هذا الإمام، ستغير. قال: فرفع يدي وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله أيها الإخوة، ثم قال: اللهم إن ابن شهاب قد فزع إلينا، قد فزع إلينا، يتقرب بنا إليك لما علم من إخلاص آبائنا وأمهاتنا، اللهم فبحبك لنا أعطه وأنله ما أمرت به، وأغدق عليه في رزقه، وأغدق عليه في رزقه، واجعله كهفا لما علمته من العلم. آمين. انطلق يا ابن شهاب. قال ابن شهاب: فوالذي نفسي بيده، ما اعتللت بعدها علة قط، ولا نابني شيء، وإني لفي دعه وفي رخاء، وإنما أؤمله وأرجوه من رحمة الله ومغفرته أكثر بدعوة علي زين العابدين. قال: أنا أرجو عند الله الرحمة. يا الله.